أقيم في مركز اسكندرون للتأهيل والتدريب بالقرب من مدينة سلقين شمال غرب إدلب محاضرة تعريفية بعلم النفس السلوكي بحضور اختصاصيين في هذا المجال وأطباء وفعاليات مدنية مهتمة كالدفاع المدني السوري ومراكز رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة ومنظمات تعليمية. علم النفس السلوكي بنستخدمه بالعلاج المتمم، والعلاج المتمم مهم جدا لأنه غالب الناس تحت ظرف الحرب متعرضة لاضطراب سلوكي، وهذا الاضطراب عند كل الناس ولكن متفاوت من شخص إلى آخر. فبصير معي أنا هون نوع من أنواع سلوكي. وتتضمن المحاضرة عدة محاور رئيسية كالعوامل التي تؤثر في السلوك العام للأفراد والجماعات وتشخيص المشاكل التي يتعرض لها الأطفال في مراحل العمر في زمن السلم وزمن الحرب، وعرض الآليات المتخذة في معالجة المشاكل وحلها وفقا للتغيرات التي طرأت على الأسرة السورية خلال السنوات الأخيرة. اليوم المحاضرة بتركز أكثر شيء على المرحلة العمرية لولادة الأطفال من الولادة لحتى سن المراهقة وبعدين بشوي. هاي الفترة بزمن الحرب تغيرت سلوكيات الأشخاص، تغيرت بزمن الحرب عن زمن السلم. الحقيقة في ارتباط وثيق جدا بين الطب الفيزيائي والعلاقات النفسية وخاصة سلوكية الأطفال ما قبل الحرب وما بعد الحرب، وأنا نعاني اليوم الكثير الكثير من مشاكل النفسية عند الأطفال فيما بعد الحرب. علم النفس السلوكي هو علم كتير كبير، وأنا كتير يعني بالمحاضرة هاي استفدت، يعني السبب الرئيسي لما عانيته من أمور التهجير، أمور الحرب، أمور يعني التهجير هو بشكل أساسي، والتعايش مع مجتمع هو جديد بعيد عن مجتمعي وعن عاداتي وعن تقاليدي. وتأتي أهمية علم النفس السلوكي في هذه المرحلة حسب أخصائيين في هذا المجال كونه يدرس التغيرات السلوكية عند الإنسان والمجتمعات حسب الظروف المحيطة كتأثير النزوح والقصف والبطالة وجميع المشكلات التي يعاني منها المجتمع السوري منذ 7 سنوات. يحاول القائمون على محاضرة التعريف بعلم النفس السلوكي طرح آليات استخدام المنهج العلمي في البحث والتحليل والاستنتاج من أجل فهم الطرائق العلمية وأنماط السلوك التي اكتسبها الفرد والجماعات في سوريا خلال السنوات الأخيرة. هاشم العبدالله، أورينت نيوز، سلقين، ريف وإدلب.